لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مولائے کریم ہمارے اس طواف کو میرے بچے یوسف کے حق میں قبول فرما اور میرے بچے کو بحالت ایمان بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. آمین.